المهم الاخوان عاد وصلنا دابا الحمد لله العيش بن حدو وصلنا ليه نسبيا الخوت. غنوريو عليكم الخوت من واحد المنظر عالي بزاف. غادي تشوفوها كامله غتشوفوها عن بعد وعن قرب. غتشوفوها دابا غتشوفوها عن بعد وعن قرب حتى ندخلوا ليها. شوفوا 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 الاخوان كيف ما كتشوفوا. ها انتم الاخوان وصلنا لواد بن حدو بلاد بن حدو. ها هي غتشوفها عن بعد. ها انت شوف سيري ورك عادين. واو هذا المنظر هذا خصنا نزلوا ليها الاخوان بزاف بزاف ديال بزاف. هذه هي عيش بن حدو فيلاج اللي تعتبر قديم بزاف. هذه دابا هي عيش بن حدو غادي نمشيو ليها ان شاء الله وغادي نشوفوها معنا عن قرب عن قرب. الواحه الواحه هذه الاخوان الواحه ديال عيش بن حدو. عيش بن حدو غير القصر ديال بن حدو هو بعدين شوفوا دابا على القرب. غنشوفوا الدرويد على القرب. على القرب دابا غنشوف او ياهو تما كان الريح. داكشي علاش دخلت لهاد البلاصه هادي. ما عرفتش واش شي ريستورون هادي كتقاد ولا ما عرفت. ولكن الموقع ديالها استراتيجي بزاف. فايلا تقادات هاد الريستورون هادي غادي يكون واحد الفيو بزاف. المهم غتشوفوا الخوت معنا باش نوريكم عن كتب عيش بن حدو الاصليه هي هادي اللي كتشوفوا قدامكم الخوت. يلا ودابا معنا الخوت باش نشوفوها عن قرب. او ياهو اشيا شي شوف اش هادشي اش هادشي شنو هو انتوما الاخوان هذا الحجر هذا ما عرفتوش الملح هذا ولا ما عرفتش هادشي هذا السيما البيضاء هذا الكريستال هذا الكريستال الوليد كريستال دي هادي بيع على البصر البصر ديا قول باش يعطاو قول لك الديمون هذا قول لك بس باش يبنى حتى واحد او ياهو واش كتحس باقي بنيفك ولا لا ولدي ولدي العظيم ما بقيتيش كتحس بيه راه في جزير صافي دابا كل ما كنقربوا لتيزينتيشكا البرد كيتزاد علاش حيت واقيلا تيزينتيشكا طيح فيها الثلج واحد المنيضر هذه هي عيط بحدو غادي نشوفوها وبحال في الجزيرة يلا وتحت 10 تحت الصفر دابا هنا الا ذبحتي شي حاولي راه علقوا هنايا ما يخناس ما والو وعرفتي شنو ما تحتاج الفريجيدير لا تخ الاخوان خصنا دابا نلحقوا عيش بن حدو باش نمشيو نصوروا فيها. من بعد غادي نمشيو نصوروا عاوتاني في تيجي نتيشكا. هادشي كله خصنا نديروه في وقت محدود قبل ما يطيح الظلام الخوت. هيا بينا او ياهو نرجع اخويا بزاف الحساب راه الخوت كيقهروا البرد. قاعد حاجه الحساب هي اصميد اصميد البردو الوالد هو الخاشد سي محمد اش بالك فهاد الكود واه بحال اللوز كاين واحد البرد هنا الخوت بحال اللوز والله العظيم بالخير تيزينتيشكا كاين واحد البرد بحال القرقع يلا صح يلا ما شتيش افراد لا ها الحمص صح او ياهو عاد وصلنا للواد المالح هذا هو الواد المالح كيف ما كتشوفوا رقينا فيه شويه الماء خصنا ندوقوا واش ما سير دوق 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 او يا ديما كتقدم سي محمد بارد الماء كوك ايا اش تو بغيت ملح بالغار حلف الله صبر كان جمال كاين واحد او ياهو ايا دايمو او ياس لا لا ايا ها معاد عندك 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 ناري لي زياد مشاو ليه ناري لي زياد ناري ناري فزكتي فزكتي بهذا البرد فزكتي كيما خرج عندنا صاحبي واش كتعرفوا شنو هو المعنى ديال انك تفزك في هذا البرد وما شتيش انت المعنى ديال الايربودز ديال 1200 درهم يا والله الا 2000 درهم سير بعدا انت 2000 فاش تعتقسي انت بعدا طيحنا لي زكتر الحبس يا اشريهم لي صراحه قلت لك غادي نطيحو فزقت في درهم حيم والله الا شتي الدوب ديال الضاله خرجوا عليك شتي لا ما طيحش هذا راه باغي يخرج عليك اصاحبي ما خصش البرد اصاحبي تقول لي اش بغيتي تقول لي او ياهو عيد بن حدو سيدي 12 قرن 12 قرن 200 سنه
اللهم بارك. وي هنا كانوا عايشين اليهود والامازيغ والامازيغ كانوا عايشين بسلام بسلام. كان الجامع ديال المسلمين وكان الجامع ديال اليهود. يعني متعايشين لي... شوفوا الاخوه سمعوا سمعوا مزيان، اليهود والمسلمين راه ما كيتلاقاوش في هذا العصر، ولكن في القديم سبحان الله العظيم كانوا كيتباعوا التراو وكانوا كيعاوتاني التبيحه ديال اليهود راه جات زينا حنا كناكلوها. في هذه العشر سنين الاخرى كانوا عايشين هنا فقط ربع ديال العائلات. هذه العشر سنين الاخرانيه دابا بقات واحد العائله بوحدها، واحد العائله ولكن غير كيجيو كياكلوا البهايم تاعهم وكيرجعوا مسا القرضو القرضو. وهنا كان كيطيح الثلج كل سنه، كيطيح الثلج هنا كيعمر بالثلج كل سنه. بارك الله. اخر مره طاحت الثلج هنايا كانت 6 سنين هذه، وقبل منها 60 عام. وقبل منها 60 عام دابا تخيلوا الخوت، وهذا العام غيطيح ان شاء الله. كنتخيلوا دابا الخوت كون جينا وتلاقينا الثلج هنايا راه تسجات خاصها تقيد. السلام عليكم. بارك الله فيك. فالاخوان اللي بغيت نقول لكم هو ان هذه البلاصه ديال بنحدو تصنفات في 1987 يعني من طرف منظمه منظمه اليونسكو بطبيعه الحال، كتراث عالمي. دابا هذه 30 سنه 1987 دابا تكون تزات واقيله. دابا قلت لنا اخطر فيلم ولا ما اخطر اجمل الافلام. اجمل الافلام الفيلم شو سميتو؟ تيتانيك. لا افاتار جيمس بوند. وي وي شوف ولا جاك جاك بالانس. وي وي افاتار جاك بالانس جلادياتور. وي كيقولوا تقريبا شي 40% ديال داك الشيء ديال الجلادياتور الفيلم تاعو تمثل هنايا. يس جراند دايزر. لا دايزر جراند دايزر الوالد. اشنو الله يرحم ليك الوالدين. انا شفتو انا عرفت راه مسلسل كرتوني تفرج به انا في الدار البيضاء. راه مسلسل سينما ريانتو. راه مسلسل كرتوني الوالد. كرتوني يلاه. لا واه الجيتا اللي تمثل او ياهو بريديكتور جلادياتور جلادياتور بريديكتور. لا فيسيتي لا فيسيتي لوندي تيبس يلاه سير ميزون بربر ميزون بربر. يا تهديكم سوهمان في خاكمي في خاكمي اسكن غوا عقمي اسكن غوا عقمي عقمي. هو واحد المساحه ديال التمازيرت كتسمى عقمي. المهم الاخوان هذا هو الحبس ديال جلادياتور. وها فين تمثل بطبيعه الحال. واش هنا فين تمثل جلادياتور؟ البريزون. البريزون الحبس. شوف الحبس ديال جلادياتور الاخوان. ها يا سلام. احسوني هنا واحد 100 عام. 100 عام الوالد. 100 عام وانت بقات لك جوج سيمانات كتقول لي 100 عام. قتل الروح انا. عجبو الحال الوالد عجبو الحال قال لك حبسوني 100 عام قال لك راه قتل الروح انا احبسوني. اشنو اخوان غتشوفوا السي محمد غيولي جلادياتور. جلادياتور الصيف يا انا هو جلادياتور. اهلا يا سلام. يا سلام كيف الحال؟ كيف الحال؟ كيف الحال؟ انا هو جلادياتور. الله يبارك فيك. كيف الحال؟ كيف الحال؟ جلادياتور السيناريو فيه دبزو ماشي تسلمو. ولا خويا دبزو. لا 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 خويا اهلا اوكي واكو واحد يا غرد عليكم كلتمو مشى كلمو او ياهو. قصر بن حدو كاينين بزاف ديال المعلومات اللي خصكم تسمعوها. اول حاجه هذا القصر هذا مبني بواحد الطريقه اللي كاع الطيور كتجي فيهم الشمس. يعني مثلا دار واخا تكون مخبيه ضروري ما تشوفها الشمس في النهار. الا كانت مثلا شي نهار مشمس ضروري ما تدوز الشمس في كل دار. وحتى بالنسبه للطرقات كيفاش تبناو تبناو باش ان الماء ديال الشتاء يمشيو ديريكت مع الاراضي الزراعيه ديال الناس اللي كاينين في التحت. واحد القضيه اخرى الخوت هي ان هذه البلاصه هذه محاطه بواحد السور كيتسمى حصن. هاد الناس هادو اللي بناو هاد البلاصه هذه الاخوان بدعوا فيها بزاف شي حاجه اللي واعره بزاف. يلا الوالد نشوف حالنا. مشينا مشينا ورد دوار قالوش ديال قبيله سي تبوغرافي ورد دوار قالوش ديال جلادياتور. لا شنو هو سوفينير؟ كتقلبوا عليه السي ويا هو الله يهديك سي دير كيقلب عليه. واش صاحبي قالوش ديال قالوش صاحبي ديال جلادياتور كتقول لي لا ما يمكنش صاحبي. واش هاد الدار ديال الشريف عندها شي سميه؟ لا حيت الديور كاملين. المهم كاين حدا السيناغوغ. حدا السيناغوغ سيناغوغ ديال اليهود الخوت. بسم الله بسم الله. صبروا نشوفوا هاد التراس هذا. او ماي جاد يا سلام شي حاجه واعره بزاف الاخوان. هادو هما التصاور ديال الافلام. اها جلادياتور هذا جلادياتور. عمي قول لي انت قول لي راه هانتوما الاخوان. قلت راه تورناج قلت تورناج تسمع. اي واش هادي جلادياتور ياك؟ هادي مرات جلادياتور. لا هي راه جيم اوف ترونز. جيم اوف ترونز هادي. اه جيم اوف ترونز. فين كنت فين كنت عمي راه هادي مع قلت مع امه. لا مع توليا جبران ديال برنس اوف بيرسيا. برنس اوف بيرسيا كينغ دوم اوف هيفن. كينغ دوم اوف هيفن. واو يا سلام. وهذا فين هذا فين؟ الوليد الوليد ديال هذا. انت 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 عمي عمي انت عمي انت في المستقبل كتلوح الضال. انت كتلوح الضال. هادو هما السميات ديال الافلام كلشي ديال هادو هما السميات ديال الافلام حتى 2014. هادو هما الاخوان كيف ما كنشوفو. اول فيلم خلص ما اسمه اول فيلم كاين في 1954 ياك. اول فيلم مغربي. اول فيلم ديدان. اول فيلم مغربي ديدان. ديدان هو اللي تصور. هو واحد ديدان هادو هما كيف
كيف ما كتشوفوا معنا الاخوان، ها نتوما الاخوان واحد لاطيراس شحال زوين. كيف ما قلت لكم الاخوان، هاد الناس هادو اللي قادوا هاد البلاصه هادي قادوها بواحد الطريقه اللي ما يمكنش كونتر الثلج كونتر الماء كونتر كلشي كونتر الريح. كيف ما قال لنا براشيد، هاد المنطقه هي فين دارت الحرب ديال غلادياتور، فين تبتلات زعما سنين شحال خدام فيه ياك. لا انا صح انت ديما كتزيد 5 سنوات عام ديال الخدمه اللي قلنا سنين وسبع شهور وسبع سيمانات سنين وسبع سيمانات وسبع ايام والعمر كامل. اوه ياهو باش مو مدال الاخوان فاش كيشد البرد وما كتلقاش فاش تسخن. اش تصحات او ياهو. المهم الاخوان، من بعد ما نزلنا من القصر ديال بنحدو قصر واعره الخوت، قصبه واعره، كنصحكم انكم تجيو ليها الا جيتو لنواحي ديال الزازات، خصكم ضروري تجيو تشوفوها. كنا ناويين اننا نرجعوا لاكادير، طاح علينا الظلام هنا وما بغيناش نشدو الطريق بالليل، فداك الشيء علاش جينا عند واحد السيد هنايا عنده اوبيرج ولا اوتيل، اوتيل ولا اوبيرج، اوبيرج زائد ريستوران زائد ريستوران زائد اوتيل. المهم بريزونطينا عليه اننا نباتوا عنده، حتى الغدا في الصباح تلاقينا انه كيعرفنا من لي فان، قال لنا مرحبا بكم، ما تخلصوا والو، ما تبزا ما بغاش يتخلص عندنا، ما بغاش يتخلص عندنا، ديك اصلي من هذا المنبر. شكرا ليه بزاف. ولوطيل سميتو البركه، لوطيل البركه، الله يعطيكم الخير. شارك ايطوال، شوف فيه كليماتيزور، فيه الواي فاي، الواي فاي ريسبوند سي محمد، ريسبوند يا سلام يا سلام، الله يعطيكم الخير. تحت على ديك، سير 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 يا سلام. بعد ما تعشينا السي زهير كبر بينا، شكرا ليه بزاف، بيتنا عنده وتعشينا عنده، شكرا لك بزاف ابا زهير. سميت البطل، سميت البطل الحاج عبد الواحد، الحاج عبد الواحد ديكاس ليه، شكرا لك واللوطين البركه والحاج حمو حتى هو، الله يحمر لك بارك الله فيك. وكنبغيو نقدموا لكم الاخوان واحد السيد، ها هو كيف ما كتشوفوا معنا، ها واحد السيد هذا شامبيون في ليسكالاد في تسلق الجبال. شي كلمه، شي كلمه، مرحبا، ما عرفتش شكون، بارك الله فيك. معنا الاخوان واحد الكاوري تلاقينا هنا بالصدفه، حتى هو سباليوني، حتى هو ظريف وضحوكي، مسيو رافائيل معناكم وين طول العام، طول العام، طول العام، وين ابوينا استا بوانو بلا غراسيا موتشاتشو غراسيا، سردي فوق البركو ماشي تغاز، ما كيعرف لا سردي لا البركو. كيف العاده غادي تلاقاو لي انستغرام ديال الدراري اللي بانوا عندنا هنايا في هذا الفلوق، وغتلاقاو الانستغرام ديال لوبيرج، لوبيرج البركه، ديال البركه. شكرا لكم بزاف، وصلوا لي فلوسكم، اديو اميغوس.